الساعة الشهيرة تايمكس، ساعة بتبقى ساعة أنا مشفتش قبل كده، ساعات فانكشن ده اللي هي بتبقى بتستخدم الأنالوج مش الديجيتال، مش زي طبعا زي كاسيو أو حاجة زي كده. الساعة بتستخدم، تخيل فيها الساعة دي فيها سنسور حرارة. أنا للأسف يعني أنا حاولت إن أنا أصور الساعة دي كتير بس معرفتش. هو ده اللي أقدر أصوره، إن الساعة دي فيها سنسور حرارة تقدر تعرف درجة حرارة المية والجو عن طريق المؤشر، وليس ديجيتال، وليس ان هي تقول لك مثلا زي ساعة تيسوت تي تاتش ولا اي حاجة. كل عليك انت بتظبط الساعة كده، تضغط على الزرار زي الستوب ووتش ده كده، تمام، وبتشوف درجة حرارة قد ايه. درجة حرارة دلوقتي 33 او 34، دلوقتي درجة حرارة 34، هنروح مرجعينه كده، تمام. وفيها كمان اللي هو المد والجزر، بس طبعا المد والجزر ده موضوع طويل قوي ان انت بتظبطه. لو انت يعني بتظبط المد والجزر عن طريق، لو انت تبع مناطق ساحلية زي اسكندرية زي البحر الاحمر، فبتظبطه على الهاي تايدز اللي هو اللي قدامك ده اللي هو فوق وتحت ده، او لو انت على المناطق اللي جوه الوجه القبلي بتبقى لو تايد او هاف تايد. الموضوع بيبقى كبير قوي قوي قوي، ده طبعا بيتفاعل عن طريق قرب القمر للمناطق الساحلية وحاجات زي كده كتير. بس انا اقرب حاجة ليا اللي انا اقدر اعمله ان هو بكلمك على في فانكشن جميل قوي وجميل وحلو جدا في الانالوج وليس له علاقة بالديجيتال. فانا قلت ما اصور الساعة دي، انا مش معناتها انا بعمل فيديوهات كتيرة للساعات، بس الساعة دي عجبتني قوي في الحتة دي. فانا اهو دلوقتي احنا ظبطناها، قلنا انا دلوقتي اهو شفناها، هنشوف الاخر حاجة كام، 34، وهحطها في الفريزر لمدة مثلا 10 دقايق وبعد كده هعملها تاني. وحطيت الساعة اهي في الفريزر، معرفش ليه الدنيا مقيمة كده بس هي اتظبط كده، حطيتها في الفريزر اهي مع شوية أكل كده حلوين، ونشوف بعد ربع ساعة يحصل ايه. اهو طلعت التايمكس من الفريزر، سبتها شوية كده بعد كده طلعتها. لما نيجي نشوف هي حسبت قد ايه في الحرارة، هو بيبتدي اهو يشوف من الاخر درجة الحرارة بقت 21، كانت الاول 34 بقت دلوقتي 21. بصراحة ساعة كويسة، ساعة حجمها كبير مش صغيرة. القفل بتاعها قفل كويس جدا، حتى كمان في فكه بيبقى حلو قوي. الستانلس ستيل بتاعها مقوى. الساعة مش هتلاقوها، ساعة تايمكس دي مش هتلاقيها كتير عشان ساعة فعلا فعلا نادرة. اسمبلد ان فيلبين، بتتصنع في الفلبين وهي اساس مكونات امريكي، فبتبقى ساعة كويسة جدا على فكرة، ساعة محترمة يعني. وبتبقى في ساعات تانية بقى تايمكس بتبقى فيها بوصلة وبيبقى فيها ستوب ووتش وبتبقى فيها درجة الحرارة والمد والجزر، فيها حاجات كتير قوي. ساعة محترمة ما شاء الله يعني، ساعة كويسة، وكمان فيها غطس حوالي 100 متر ما شاء الله، كويسة جدا يعني. شكرا جدا.